Okay. Your mobile as well? Yeah. Don't forget to put it on the phone. Yeah. So you know? Yes. And then rest. Thank you. You're welcome. What's your name? Kevin. You're welcome, Kevin. When I go out, then. أخبرنا من أنت. أنا مسرة والمسرة على وجهي. أخبرنا ماذا أنت. أنا فتاة عشت بمجتمع جدا مغلق لكني قوية وأستطيع المواجهة ولا أخشى شيئا. أخبرنا عن أكثر موقف شديد حصل معك. عام 2007 توفى والدي، وقبلها بسنة انقتل عمي قدام عيني. كان أصعب موقف بحياتي، عمري ما راح أنساه. أخبرنا عن أهم شيء حصل لك في الماضي. حصلت كثير أمور، لكن أهم شيء حصل بحياتي إني تجاوزت وعبرت كل العقبات اللي واجهتني وحدي بدون مساعدة أي شخص. كنت دائما واثقة من نفسي ومعتمدة على نفسي. هذا أهم شيء صار عندي بالحياة، قواني وجعل مني بنت قوية رغم صغر عمري وما أخشى شيء. اشرح لنا وضعك الحالي وكيف تشعر. وضعي كنازحة، وضعي كمتضررة من الحروب، وضعي انه عمري 19 وما اعرف راح اقدر ادرس ولا لا. دائما اشعر بقلق، افكر بالمستقبل، ما أعرف إن كنت راح أقدر أكمل تعليمي وأحقق أمنياتي بالحياة. ما أعرف راح أقدر أواجه أكثر ولا لا. شعوري حاليا هو إنه أنا توتر بقلق وماشي بطريق ما أعرف إذا كان صح أو غلط، بس بنفس الوقت واثقة من نفسي. انظر للمراية وتخيل مستقبلك.